مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو بيبي كانجارو؟ ما هي ميزات بيبي كانجارو؟ ما هو بيبي كانجارو؟ هو رمز فريد مستوحى من رياضة الكانجر ورياضة الملاكمة. عادة ما نفكر في الكانجر كمخلوق مرح بأسلوب قتالي مشابه لأسلوب الملاكمة. ما هي ميزات بيبي كانجارو؟ نريد إنشاء رمز مميز فريد من نوعه، من شأنه أن يزدهر في قلوب محبي الحيوانات والملاكمة من خلال الجمع بين الكانجر والملاكمة وتحويلها إلى ملاكم الكانجر. ستكسب بيبي كانجارو ميم حب عشاق الملاكمة. تعد شخصيات NFT من بيبي كانجارو بأن تكون قطعة فنية فائقة من شأنها أن تؤثر على بيبي كانجارو لتصبح العملة المشفرة الجديدة الرائجة رقم واحد. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.